السلام عليكم ورحمة الله. من أحسن الفيديوهات اللي كنسجل وكنحس بالسعادة هو هذا الفيديو هذا. خوتي المغاربة خواتاتي المغربيات، ما جيتش باش ننشر لكم تفاهات، أولا جئنا بالستيل ديال المقالب، أولا جئنا بالستيل ديال الكوميديا. اليوم جينا من أجل العمل في أرض الميدان ومن أجل المصلحة العامة. كما تشاهدون هناك جوج دواوير، الطريق كما كتشوفوها هي هذه اللي قدامكم. الطريق هذه كاينه 17 كيلومتر حتى 18 كيلومتر ديال البيس اللي تقدر ديرها في واحد الساعه حتى الساعة ونص المكانه، عاد كتوصل لواحد الجامعه اللي هي جامعه تغمرت، ومن جامعه تغمرت لتارودانت كاين ما يقارب واحد الساعه ونص، عاد من تارودانت لكازا كاين ما يقارب واحد 6 ساعات، يعني واحد رحله سفر شاقه. جينا لهاد الدواوير المنسيه اللي اغلب الاسر هنا اكثر من 80% تعيش تحت عتبه الفقر. المخير فيها ما كيصورش 20 درهم من النار، الاسره كتكون من 5 افراد ما كاينش 20 درهم من الفرد للاسره، الا صور الاب هنا شي حاجه كيصور 50 درهم 40 درهم. قلنا هاد الناس اللي دايزه فيهم هاد الصدقه. جينا لقينا هنايا اباء ابناء امهات اطفال طلب ديالهم في 2019 مياه صالحه للشرب. لقينا هاد الناس كيحفروا بيديهم، وكل شيء تفرج في الفيديو السابق، حفروا بيديهم باش يشربوا الماء لانهم عياو من الوعود الكاذبه، عياو من الانتخابات، عياو من المشاريع الوهميه، فقرروا انهم يخدموا بيديهم ويلبيوا الطلبات والحاجيات ديالهم بالانفس ديالهم. تخيلوا معايا الخوت، بصراحه شيء مؤسف جدا، لذلك كنبغي كل شيء بارطاجي هذا الواقع المزري لان هذه هي الحقيقه وبغيتها توصل. لعل وعسى يكون هناك ضمير حي ويحس بالشعب المغربي، وباذن الله يكون خير لان بلادنا فيها الكفاءات. قبل 10 محرم اللي هو عاشوراء اتصل بنا واحد الاب من الديار الاوروبيه، كان الابن ديالو مريض بسرطان الدم وبقى كيعالج فيه، تبع معاه لي تريتمون تما المستشفيات. ملي شاف الحاله ديال الابن ديالو غدا وكتدهور قرر انه يدير واحد الصدقه. اتصل بيا قال لي الله يجازيك بخير، الابن ديالي بين الحياه والموت، عندي واحد الصدقه لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عليه البلاء، بغيتك تخرجها في هذه الايام المباركه. عطينا 5 المليون هاد الناس هادو، وكان ذاك النهار موافق ليوم عاشوراء وكانت الناس صايمه، الناس هزات يديها للسماء ودعات بالشفاء لها الطفل هيثم والاب ديالو. الغد ليه مباشره بعد 24 ساعه كنتلقاو رساله صوتيه من عند الاب اللي كلنا تفاجئنا وتصدمنا فيها. خليكم مع الرساله الصوتيه. السلام عليكم ورحمه الله. اخويا امين، كيف حالك؟ كي داير اخويا؟ لاباس هاني، صحه لاباس الحمد لله. ايوا المهم غربت نقول لك، المهم راه غير واحد الحاجه اللي بغيت نضيفها هو ان الولد راه توفى البارح. فلي البارح الله يرحمه الله يعطينا الصبر يا الله، انا كنكمل هذاك الخير ان شاء الله. كما قلت لك انا حاجه وحده غير يكون عليه بلاكه ولا سميه يكون بئر هيثم ولا اللي بغيت. بارك الله فيك، السلام عليكم. بصراحه اخوتي هذه الرساله الصوتيه ملي سمعناها تاثرنا بزاف، البكية في عينينا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا من بعد ما سمعتوا هذه القصة المؤثرة والواقعية، يلاه معايا باش تشوفوا النهاية ديالها كيف دايرة. كما كتشوفوا ها هما التيوات، النهايه ما كايناش هنا لانه باقي شاطو، باقي طاقه شمسيه، باقي بومبا، باقي البرونشمون. I'm sorry.
لا سوف نعرف. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله أول شيء وأول شرط هو إن شاء الله ملي يكمل هذا المشروع غنبغيو هنا تعلق مشروع هيثم. انت فين؟ الشرط فين؟ الشرط فين؟ الله يجعل سيدي ربي تبارك وتعالى الوالدين ديالهم الوالدين ديال هيثم الله يجعل سيدي ربي يصبرهم يا ربي آمين. الله يجعل سيدي ربي ولاه برحمته يا ربي آمين. الله يرحمه والله يوسع عليه يا ربي آمين. تا هما حنوا فينا الله يجعل سيدي ربي يحن فيهم يا ربي آمين. إذا كلكم عارفين القصة ديال الطفل هذا الأب ديالو نوى واحد الصدقة باش يتصدق بها باش ولده يتشافى. أعطينا الصدقة نهار عاشوراء داز 48 ساعة كنسمعوا نباء الوفاة ديالو. قدر ديال الله. إلا عاودنا هذا الشيء لشي واحد وما كناش حاضرين فيه محال واش يتيق، ولكن هذه قصة حقيقية. من بعد فاش توفات السيد الأب كيبكي وقال لك الله يرحم لك الوالدين، قول دوك الناس إن شاء الله بغيت أنا الأمنية ديالي يكمل هذا المشروع، وبغينا إن شاء الله هذا المشروع كاملين هاد الناس يستافدوا منه، واللي يستافد منه يدعي معنا بالخير والإحسان. ولكن شنو وقع؟ المشكل اللي لقيناه هو أن كنا كنتوقعوا أن هذا المشروع غيطلع ب 12 مليون، إذ بينا نتفاجأ بأن القيمة ديالو كتجاوز 30 مليون ديال السنتيم. يعني مشروع أول مرة شي مشروع كيكلفنا هذا المبلغ هذا، كنلقاو بأن الدوفي الأول اللي تحط فيه ما يقارب 4000 درهم، ها أنتم كتشوفوا هنايا فيها بعض الكودات وروبينيات. الدوبي الثاني فيه 25000 درهم، فيها البومبا سيبورات، ها هو 25000 درهم كما كتشوفوا ها هي لتحت. الدوبي الثالث فيه 38000 درهم، فيه حتى هو المونشوات. الدوبي الرابع 84000 درهم، فيه لي بانو سولير وفيه الكابلاج والانستالاسيون. الدوبي الخامس فيه 115000 درهم، هذا هو اللي كيتوفر تيو بوليتيلان 63 سيزبار تيو بوليتيلان 63 هذا هو اللي كيتوفر اللي فيه 3500 متر 3500 متر اللي كتربط ما بين البير والشاطو، ما بين الشاطو والدوار تاكراكرا والدوار يغيل، يعني 3500 متر ديال تيو بوليتيلان سيزبار ديماتيت تماما بروميان كاليتي. عاد الميزانيه ديال الشاطو اللي الان تجاوزات 6 مليون ديال السنتيم، يعني كنشوفوا هذا المشروع ما شاء الله التكلفه ديالو بايضه، ولكن الاجر ديالو كبير عند الله عز وجل، لانني انا كنعيش الواقع وشفت هاد الناس هادو كيفاش عايشين والحاله المزريه اللي كيعيشوا. واللي بغى يتاكد يرجع الفيديو السابق اللي غنحطو لكم في الديسكريبسيون وغتعرفوا هاد الناس المعاناه اللي كيعيشوا. اليوم الجماعه انا كنبشركم بان هاد الدوفيات ولله الحمد اللي شاد انا في يدي هادو اللي شاد في يدي راهم مخلصين الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله. اول الشكر والشكر لله. نفرح الخير هذا الجمال الحمد لله. فرحنا غير المحسنين المحسنات مدنا اللي ديتاش كانت تنتني او ندرجان لاقدام نور تنسين وراق السين، جابوا هاد البركه لقينا الماء وما قدرناش ندخلوهم باش يوصلوا الديور، جاب الله المحسنين الله يجزيهم بخير. فرحنا الحمد لله فرحنا بهذا الخير هذا. اليوم باش كتحس؟ والله بخير وعلى خير. كبير العيد الكبير هذا. العيد الكبير. ويلي. فرحنا هاد الوجوه هادو، هاد الشيوخ، هاد الأطفال، العيالات اللي هما ما حاضرينش، حنا راه فرحانين. هو الربح. لأن بدينا في واحد المشروع اللي قال كيف قال سي أمين كنا كننتظروا واحد 12 مليون ولا 13 ولا 14، فإذا بها خرجنا هو قال فوق 30 مليون، زيد من 33 مليون. تماما. وكنشكرك سي أمين وكنشكر كاع جميع المحسنين. كاين واحد السيد اللي جا عندي الاسم ديالو محمد بنت خوه مريضه الله يشافيك تعاون معكم هاد السيد تعاون معكم 5 مليون ديال السنتيم الله يشافيك وعنده واحد البنت عيا ما يمشي للاطباء وعيا فيها واحد المرض اللي هو قليل دي شويه ديال التوحد وداتها لبرا
وكيطلب منكم الدعاء للجنة ديالو. صلى ربي تبارك وتعالى، أتاس دي الزوج ربي الشفاء، أتاس يعفو ربي تبارك وتعالى، أستر يحشم ربي تبارك وتعالى، هذا هو ربي طماط ونص، أي سير ربي ديموكريسي الناس، أي فرج ربي لا هم ونص، طالبي ربي تبارك وتعالى تنتهي حنايين، أكي سي حنا ربي تبارك وتعالى، أوريدي عربي لا جونز، أقتل ربي الغرض أتنص، هذا هو ربي ديموضان الناس، أي سير ربي ديموكريسي الناس، أكي سوري ستار بلا دولة صديق. كاينة واحد المحسنة اللي الابن ديالها مشدود كتقول لكم ادعيوا ليها ان شاء الله بالصبر والفرج على الابن ديالها، ومحسنه ايضا الاخت ديالها توفات الله يرحمها. هادو جوج وصايا باقين على تقليدي، والمحسنين الاخرين قال لك لا تذكر اسمنا ونطلبوا الله يتقبل منا، وبغيناكم ديروا يديكم اجمعين وتدعيوا معاهم. هاد المحسنين طلبوا منا الدعاء، الله يجعل سيدي ربي يجازيهم، الله يجعل سيدي ربي يخلصهم، الله يجعل سيدي ربي ما يضيع الاجر ديالهم، حنوا فينا الله يجعل سيدي ربي يحن فيهم في الدنيا والاخره. اطنس فرح ربي تبارك وتعالى، هيك اللي خص فرح، انا اطنس فرح ربي غلب التامس، اكيد نوري ستر بلاد ولا صديق الوالدين نويد موتنين، اطني ولا ربي يسترحم ويتسلم لنا ربي البركه العمر نص، يقدر ربي الغرض نص، اي دوار ربي تيموضان نص، اي سير ربي تيموكريسي نص، اي فرج ربي لها مومز، اطنوري خيب ربي التروانز، اطنوري حشم ربي الزبان، اطنوري حشم ربي الزبابنز، اطلبي ربي تبارك وتعالى كل ما يساهم في المشروعات السيميك ولا كيكان لا القليل ولا الكثير، طلبي ربي تبارك وتعالى اوريدي عربي لا جرز، اكيسني حنا ربي تبارك وتعالى سي امين والمهزي حتى هو الله يجزيهم بخير. هاد الناس كاملين اللي كيجريو من الجمعيه ولا اللي كنعرفوا اللي ما كنعرفوا، الله يجعل سيدي ربي يجازي كما حنوا فينا، فرحوا هاد القبيله كامله، الله يجعل سيدي ربي يفرحوهم يوم الاخره، الله يحن فيهم تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الله يتقبل من الجميع. وغنساليو الفيديو ان شاء الله فوق الساطو بواحد الكلمه غنوجهوها الى عامه الشعب المغربي وعامه المسؤولين، وراكم عارفين هاد الناس هادو قال لك والو غساد ما راه تسكر مغسا احواش احواش احواش. إذا كما كتشوفوا الخوت هذا هو الشاطو، خزان المياه اللي غيستجمع المياه وغيوزعها على جوج ضواوير. الدوار الأول كما كتشوفوا هو هذا اللي فيه الجامع راه الآن فيه الظل، والدوار الثاني راه هو مشمس السما وكذلك غيستافد من هذا المشروع. هنا كاينين ناس عانوا مئات السنين وكان عندهم حلم هو صنبور ديال المياه، اليوم بفضل الله ثم المحسنين والمحسنات كيتحقق هذا الحلم، كيتحقق هذا المشروع رغم ان التمويل ديالو كان باهي الثمن. الشعب المغربي بصفه خاصه، الشعب المسلم بصفه عامه، جميع شعوب العالم كتبغي التعاون في الخير، كتبغي دير الخير، ولكن الشرط ديالها هو ان خاصها تكون الثقه، تكون المصداقيه، وتكون الشفافيه. اذا هذه رساله لينا حنا ولجميع جمعيات المجتمع المدني وكذلك الدوله المغربيه، إلا مشينا تدار فينا الشعب الثقة قادرين أننا نحققوا المستحيل، والمستحيل يولي حقيقة، قادرين أننا نديروا مشاريع كبيرة، قادرين أننا نقضيوا على الفقر ونديروا الخير في الناس. وأكبر مثال هو هذا المشروع هيتم، وأمثلة كثيرة راه كاينة فيديوهات سابقة كدل على أن ملي كيكون التضامن والتكافل فإن المستحيل يصبح حقيقة. لذلك قررنا بفضل الله أننا نحاول نبتكروا واحد طريقة عمل جديدة اللي كتضمن هاد الشروط وكتضمن الشفافية والمصداقية، غن إن شاء الله غنشرعوا فيها في 2020 وغتكون جديدة إن شاء الله، وغتكون راهنا إشارة جميع المتتبعين والمحسنين والمحسنات. وكذلك رسالة ثانية اللي كنبغي نأكد عليها هو أنه
جميع النزاعات اللي كتكون شخصيه لا ما بين الجمعيات لا ما بين المسؤولين خاص تكون المصلحه العامه اولى، لانه ملي كتكون جمعيه مضاربه مع جمعيه اولا شي جمعيه كتكون منتميه لشي حزب سياسي والاخرى الحزب السياسي كيولي شي كيحفر لشي والضحايا كيوليو هما بحال هاد الناس هادو. اذا هذه رساله جميع الجمعيات اللي كينتميو الاحزاب السياسيه وبغاو يستغلوا العمل الخيري من اجل مصلحه سياسيه فبلا ما تعيطوا لنا الله يرحم لكم الوالدين، نحن هنا من اجل المصلحه العامه فقط، ليست لنا لا اهداف سياسيه ولا اهداف شخصيه. اذا الخوت كنتمنى الفيديو يوصل لجميع المتتبعين يتبارطاجا ان شاء الله، وكنتمنى ايضا من المسؤولين ديال الدوله المغربيه توصلهم الرساله بان تضامن الشعب المغربي وتكافؤ الشعب المغربي هو كنز كبير، فقط خاصة الثقة تكون بين المؤسسات وبين الشعب. تحياتي لكم، موعدنا الحلقة القادمة. إذا الآن نختموا الفيديو بالفرحة وبالبسمة وبالكنز الحقيقي اللي هو السعادة اللي غيعيشوا هاد الناس، ولكن السعادة الحقيقية هما المحسنين والمحسنات اللي تعاونوا في هذا المشروع. ملي غيشوفوا البسمة ديال هاد الناس فهم غيكونوا سعداء جدا، ولكن الأجر كيبقى عند الله سبحانه وتعالى، كل واحد يخلصه الله. الله يعاونكم.